اقول ايه باسمكم جميعا ارحب بمعالي الدكتور عمرو عزة سلام في بيتي ونبادله المحبه بمحبه جميع اللبنانيين الى مصر وشعب مصر. أهلا وسهلا فيك سعادتك. أنا عبد كمان عن شروطي لأنه الظهر اتصلنا بلقاء خاص أشكر سعادة سفير مصر عليه ونأمل ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجامعات اللبنانية واتحاد الجامعات العربية وأن تأتونا أكثر إلى بيروت. بيروت محط أنظار العرب ونعرف أن جميع العرب يحبون لبنان ويبادلهم لبنان هذه المحبة. إن شاء الله تتحسن الأحوال ويعود لبنان إلى تألقه ودوره وإلى محيطه وتزال هذه الغيمة السوداء في لبنان. ممثل صاحب السماحة ممثل تيمور باي أصحاب المعالي والسعادة رئيس الجامعة الدكتور حاتم العلامي ونائب الرئيس الدكتور نائب العلامي الهيئة الأكاديمية الإدارية بدون كلمة. خطط الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم MUBS خطوة مهمة في مسيرتها الأكاديمية على مسار الجودة والاعتمادية. فنالت الاعتماد المؤسسي من جانب مؤسسة عالمية للاعتماد هي إبرة وأصبحت في عداد مؤسسات التعليم العالي التي حظيت بهذا التصنيف من جانب هيئة ألمانية أوروبية ذات سبقية عالمية. وبذلك تكون الجامعة قد اختصرت الوقت الذي يستوجبه إطراق قانون إنشاء الهيئة العالمية المستقلة لضمان الجودة في التعليم العالي الخاص. هذا المشروع الذي مضى على دراسته سنوات في مجلس النواب ساعدنا يا دكتور فادي والخبر يقين عن دكتور فادي ويحتاج إلى المزيد من النقاش ليخرج ويصبح نافذ. ويسعدني في هذه المناسبة أن أشارك في الترحيب بمعالي الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزة سلام الموجود بيننا للاحتفال بهذه المناسبة الأكاديمية وأحيي أيضا على مسيرته الأكاديمية وتاريخه في إعلاء مسار الجودة في التعليم العالي في مصر والمنطقة العربية وعبر اتحاد الجامعات العربية. كما أحيي رئيس الجامعة ومجلسها الأكاديمي والعاملين فيها الذين يسعون دوما نحو رفع أداء الجامعة وسلوكهم سبيل الاهتمام العالمي والعمل اليومي لترسيخ نظام الجودة الأساسي. مبروك للجامعة هذا الاهتمام الأساسي من إبلاغ وإلى المزيد إن شاء الله من الاعتمادية البرامجية والتقدم في مسار. أيها الحضور الكريم، إننا نعمل من خلال مجلس التعليم العالي والمديرية العامة للتعليم العالي دكتور مازن الخطيب المدير العام على معالجة كل الملفات والطلبات والقضايا العالقة لدى الجامعات، وقد نجحنا في حل غالبية قضايا الطلاب، وهناك لجان باشرت عملها ولجان أخرى متخصصة تتابع في فكرة التعديلات وترفع تقاريرها إلى اللجنة الفنية في ستة الوزارة وترفعها بدورها إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار أو التوصية المناسبة. إن قانون تنظيم التعليم العالي الخاص المعتمد راهنا يحتاج إلى مراسيم تطبيقية كثيرة، كما يحتاج إلى تعديلات فرضتها المتغيرات الاقتصادية للرأي أو ظهرت فيه عيوب عند التنفيذ. ونحن نعرف من خلال مستشارين قانونيين وإداريين على إعداد ما يلزم ليصبح القانون نافذ
ويمنح الوزارة ومجلس التعليم العالي الوسائل القانونية لمراقبة الإخفاء وضبط التزام المؤسسات بالقانون وتسهيل تلبية طلبات المؤسسات على قواعد صارمة، تحافظ على جودة مخرجات التعليم العالي وتعيد إلى شهادات جامعية سعوديتها محليا وعالميا بعدما أصابتها سهام عديدة للأسف. إن لبنان الذي خسر العديد من مزاياه التفاضلية كمصرف الشرق ومستشفى الشرق ومدرسة الشرق وجامعة الشرق لم يعد له سوى قطاع التربوي والجامعي. من هنا تأتي مسؤوليتنا في وزارة ومؤسسات جامعية وتربوية رسمية وخاصة في المثابرة على فاعلية القطاع وتمكين طلابنا من الدخول إلى الجامعات والمدارس وعدم خسارة أي عام دراسي في ظل هذه الظروف غير المسبوقة في تاريخ لبنان، حيث لم يعد اللبناني قادرا على تأمين التعليم لأبنائه أو مجرد انتقاله إلى المدرسة والجامعة. تعلمون معاناة الجامعة اللبنانية التي تحتضن نحو 80,000 طالب جامعي وهي مهددة بالتوقف النهائي، وقد كانت موضع عنايتنا المركزة منذ أيام قليلة في رئاسة الحكومة ولجنة التربية. وتعرفون معاناة التعليم الرسمي والتعليم المهني والتقني وحتى لدى المدارس الخاصة والجامعات الخاصة. لذا نحن مدعوون وإياكم إلى اجتراح الأفكار واتخاذ التدابير التي تبقي المؤسسات الجامعية مفتوحة وقادرة على المتابعة حتى ولو كان ذلك بالحد الأدنى من الخسائر أو من دون الربح. إنها وقفة مع الذات ومع الوطن لتبرير المرحلة الصعبة العصيبة، ويقين أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، فلنتحلى بالأمل والصبر والصمود ونخفف الأعباء ونتابع مسيرة الجودة والتقدم، فننجح في العبور إلى الاستقرار، والجامعات هي التي تقوم المجتمعات، لأنها موكب الأدمغة المتحررة والمتحررة. شكرا للأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عم السليمي على حضوره، ومبروك مجددا الدكتور عين عليمي والاستاذ فادي والدكتور فادي الاعتماد المؤسسي عشت المعاشرة.